السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نقوم بإصحاح تمارين صفحة رقم 72 من كتاب المنير في العلوم الفيزيائية. إذا بالنسبة لنا غادي نصحو التمارين صفحة 72 ثم 73 ثم 74 وعاد نرجعو للتمارين السابقة ديال الصفحة 62 و 63 و 64. لماذا؟ لأن الدرس ديال تفاعلات بعض الفلزات مع المحاليل الحمضية والقاعدية يسبق درس ديال الكشف عن الأيونات في المحاليل المائية بالنسبة للبرنامج ديال السنة الثالثة. نبدأ بالتمرين الأول. أجيب بصحيح أو خطأ. ألف صيغة غاز ثنائي الهيدروجين هي H. خطأ، ثنائي الهيدروجين الصيغة ديالو هي H2، وبالتالي هذا يعني جواب خطأ. ب، لإبراز تصاعد غاز ثنائي الهيدروجين نستعمل محلول الصودا. خطأ، باش نبرزو تصاعد غاز ثنائي الهيدروجين في المحاليل المائية يعني عندما نصب إما محلول الحمض الكلوريدريك أو محلول الصودا على الفلزات فإنه يتصاعد غاز ثنائي الهيدروجين. للكشف عنه نقرب منه عودة قاب مشتعل فنسمع فرقعة، إذن هذا خطأ. عند تفاعل الحمض الكلوريدريك مع الزنك تتحول أيونات الزنك إلى ذرات الزنك. خطأ، العكس اللي كيوقع. عند تفاعل الحمض الكلوريدريك مع الزنك تتحول ذرات الزنك إلى أيونات الزنك، إذن هذا خطأ. تكتب المعادلة الحصيلة لتفاعل الحمض الكلوريدريك مع الزنك 2H زائد 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 N تعطينا H2 زائد زائد N دو بلس. نعم، إذا هذه المعادلة الحصيلة المختصرة لتفاعل الحمض الكلوريدريك مع الزنك، هذا صحيح. ثانيا، أصل بسهم عناصر المجموعة A اللي هي الذرات بعناصر المجموعة B اللي هي الأيونات الموافقة المناسبة لها. هنا لدينا الذرات ولدينا الأيونات الموافقة. طبعا هذا الشيء راه سهل، كنشوفوا الرمز ديال الذرة هو نفسه الرمز ديال الأيون، فقط كيكون عنده شحن موجبة وشحن سالبة. إذا السائل هو السائل ناقص، زد إن هي زد إن 2 زائد، إف أو هي إف أو 2 زائد، أل هي أل 3 بلس 3 زائد. ثالثا، أختار الجواب الصحيح. الصيغة الكيميائية لمحلول الحمض الكلوريدريك هل هي 2 H زائد زائد سائل ناقص، أم H زائد زائد سائل ناقص، أم H سائل، أم سائل زائد H؟ طبعا الصيغة الكيميائية لمحلول الحمض الكلوريدريك كيف ما شفنا الدرس هي اللي فيها H زائد زائد سائل ناقص. التمرين الرابع، أملأ الفراغات التي يرمز لها على التوالي بالحروف ألف وباء وجيم ودال بما يناسب من الكلمات التالية. إذا ذرات حمض أيونات ثنائي الهيدروجين ينتج عن تفاعل الكلوريدريك. إذا نحن كنعرفوا بأن الكلوريدريك هو حمض، إذا تفاعل حمض الكلوريدريك مع الحديد تحول الحديد إلى الحديد الثاني. إذا شنو هو اللي كيتحول؟ كيتحولوا الذرات إلى أيونات. إذا ذرات الحديد إلى أيونات الحديد الثاني وتصاعد، ماذا يتصاعد؟ يتصاعد غاز ثنائي الهيدروجين، وتصاعد ثنائي الهيدروجين. التمرين الخامس، اختار الكلمة الملائمة. ينتج عن التفاعل بين حمض الكلوريدريك والحديد تكون ايونات FO2+ FO3+. اذا بطبيعة الحال فاش كيتفاعل حمض الكلوريدريك مع الحديد كينتج لنا ايونات الحديد الثاني اللي هي FO2+. ب، ينتج عن التفاعل بين محلول حمض الكلوريدريك والزنك تكون ايونات ZN2+ او ZN+. اذا بطبيعة الحال كذلك ينتج الزنك ايونات الزنك ZN2+. يحترق او لا يحترق غاز ثنائي الهيدروجين عند تماسه باللهب. فاش كيتماس غاز ثنائي الهيدروجين باللهب بطبيعه الحال فهو يحترق، لاننا كنسمعوا فرقع. ينتج عن تاثير محلول حمض الكلوريدريك على الحديد تصاعد غاز ثنائي الاكسجين ام ثنائي الهيدروجين. فاش كيتفاعل حمض الكلوريدريك مع الفلزات كلها كينتج عليه تصاعد ثنائي الهيدروجين، وهو اللي كيحدث فرقعه عند تقريب عود ثقاب مشتعل منه.